أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لسكان مكة أن يتركوا الأهل والأولاد يأخذون عمرة دون محرم؟ لا بد من محرم، لأنهم إذا كان يقصد النساء. نعم شيخ. النساء لا بد لها من محرم، لأن ذهابها من جدة إلى مكة مسافة بعيدة، وربما يتعرضون لمشاكل، يتعرضون لأشياء، لا بد من وجود المحرم فيها. نعم.